في إطار نمط اقتصادي جديد واستراتيجية تنموية فعالة، تواصل السلطات العمومية جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية وفق رؤية طموحة تضع على رأس أولوياتها تنويع مصادر الاقتصاد الوطني كآلية فعالة للخروج تدريجيا من التبعية المطلقة للمحروقات، تماشيا مع الاستثمارات التي أطلقتها مؤخرا لتطوير الصناعات المنجمية. تراهن الدولة الجزائرية على تطوير وتوسيع شبكتها الوطنية للسكة الحديدية كبنية تحتية ضرورية لمرافقة هذه الاستثمارات الضخمة. وعلى هذا الأساس كانت الخطوط المنجمية على رأس أولويات البرنامج الوطني للسكة الحديدية، والذي تشرف على تجسيده الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بتفويض من وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والتي صارت على مرمى حجر من بلوغ عتبة 6500 كيلومتر من شبكة السكة الحديدية، وهو أحد الأهداف الرئيسية من تأسيسها، ليبقى التحدي الأكبر هو توسيع الشبكة الوطنية إلى حدود 15000 كيلومتر. خط السكة الحديدية الجديد بشار تندوف غار جبيلات، أو ما يعرف بالخط المنجمي الغربي، مشروع استراتيجي ضخم وبنية تحتية ضرورية ترافق العملية الاستثمارية لتثمين واستغلال أحد أكبر مناجم خام الحديد في العالم. قرابة 1000 كيلومتر من البنية التحتية للسكة الحديدية ستشكل حلقة النقل الرئيسية نحو معامل التعدين، ومنه باتجاه المناطق الصناعية والموانئ التي تغطيها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية. يعتبر خط بشار تندوف غار جبيلات امتدادا لخط السكة الحديدية وهران بشار، ويمتد جنوبا من مدينة بشار مرورا بالعبدلة، حماجير، أم العسل، تندوف، وصولا إلى غار جبيلات على مسافة 950 كيلومتر. تحسبا لانطلاق أولى مراحل استغلال منجم غار جبيلات، تم تقسيم 950 كيلومتر على مقاطع عدة. كانت الانطلاقة الفعلية بالمقطع الأول الممتد من بشار إلى النقطة الكيلومترية 200، بعد أن سلمت دراساته التمهيدية المفصلة نهاية مايو الفارط، أسندت مهام إنجاز هذا المقطع بآجال 30 شهر إلى تجمع مؤسسات عمومية متخصصة تتقدمهم الشركة الرائدة كوسيدار للأشغال العمومية. ترافقها في الإنجاز شركات أنفخاغاي، أو بي تي بي أل جي، سيغويست، أوانجوا. يراقبها ويتابعها تجمع مكاتب الدراسات العمومية سيتي غاي، سايتي، سيت سيتيف، الانشسي، وسيدام. أشغال متعددة يتضمنها هذا المقطع تقتضي حفر وردم أكثر من 15 مليون متر مكعب من الأتربة، فضلا عن 2 مليون متر مكعب لتحضير المنصة السفلية لخط السكة الحديدية. على مستوى هذا المقطع سيتم حفر نفق، فضلا عن تشييد 24 جسرا للسكة الحديدية و8 جسور للطرق تفاديا لتقاطعها مع الطرق الولائية والوطنية. إضافة إلى ذلك تتضمن الأشغال بناء 283 منشأة هيدروليكية ومحطتين لنقل المسافرين والبضائع بكل من العبادلة وحماجير. كما سيتم تجهيز الخط بستة محطات للتقاطع.
على مستوى أحدى ورشات المشروع سيتم استحداث وحدة لصناعة العوارض أحادية الكتلة من أجل تثبيت المنصة المعدنية والتي ستمتد لمسافة 203 كيلومتر. منذ إسناد المشروع لتجمع المؤسسات العمومية باشرت هذه الأخيرة أشغال الإنجاز بوضع قواعد الحياة وتجهيز الورشات، إضافة إلى فتح الرواق على نقاط متفرقة على مسافة 20 كيلومتر، في انتظار استكمال إجراءات نزع الملكية ومعالجة نقاط تداخل الشبكات المختلفة مع مسار خط السكة الحديدية. مشروع ضخم وبنية تحتية استراتيجية تجعل عند استكمالها من منطقة الجنوب الغربي قطبا اقتصاديا جديد يلقي بظلاله على المنطقة، بما سيوفره هذا المشروع الهام من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة أثناء وبعد إنجازه، كما ستمتد أطاره التنموية إلى باقي جهات الوطن. توجه يؤكد عزم السلطات العمومية على المضي قدما في عملية التوطين الصناعي ومرافقته بالبنية التحتية الضرورية كآلية فعالة لتطوير المنظومة الاقتصادية للبلاد، كما تعزز مشاركة أداة الإنتاج الوطنية في تجسيد المشاريع الاستراتيجية للدولة. وتواصل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ثورة البناء والتشييد من أجل غد أفضل.